السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: بغداد أسوأ مدينة للعيش في العالم. لدينا وسم مشاهدينا الكرام طرحناه في مواقع التواصل الاجتماعي لدينا، وأيضا ننتظر تفاعلكم بشأن هذا الموضوع، وهو بغداد أسوأ المدن. هذا الوسم موجود في موقع تويتر، بإمكانكم التفاعل معه وإبداء أرائكم بشأن وضع بغداد الآن بعد 19 عاما من حكم هذه الأحزاب. كيف كانت بغداد في السابق، وكيف أصبحت في زمن المليارات، في زمن الحكومات المتعاقبة التي وعدت العراق بأن تصبح هذه المدينة قبلة للعالم، بشأن المشاريع التي وعد بها العراقيون في العاصمة العراقية. كانت بغداد قبل 2003 قبلة العلم والثقافة والفنون، وكان يضرب بها المثل ويتغنى بها الشعراء والفنانون لوصف جمالها وعراقتها وتاريخها. تحولت بغداد بعد عام 2003 إلى بؤرة للفساد والخراب والميليشيات، ومركز لحكومات قمعية نكثت وعودها التي وعدت بها الشعب العراقي، وحولت هذه المدينة التي كانت ذات العراقة والأصالة إلى مكب للنفايات وساحات مهجورة ومساحات خضراء ميتة، جفاف في الأنهر التي تمر في بغداد، مشاريع وهمية، ميليشيات في كل مكان، وسيطرة للفاسدين على هذه العاصمة التي كما قلنا كانت قبلة للعالم. دعونا الآن نتابع مشاهدينا الكرام في هذا الجرافيكس الذي يبين حجم الكارثة التي تعيشها بغداد في زمن حكم الأحزاب التي جاءت بعد الاحتلال، لنشاهد. مشاهدينا الكرام، هذه جزء من الحقيقة التي يعاني منها البغداديون، ويعاني منها من يعيش ويعمل ويمر حتى على بغداد. هذه المشاريع الفاسدة، هذه الصفقات، هذا الهدر في المال العام، هذه التصنيفات الدولية التي حقيقة تبين حجم الكارثة التي تعيشها العاصمة العراقية بغداد. لدينا مجموعة من آراء المواطنين العراقيين حول وضع العاصمة العراقية وكيف تحولت في زمن حكم هذه الأحزاب، لنشاهد. والله خدمات هي شو مثل حرب خدمات. اجى هذاك اللي قفل، اجى هذاك اللي قفل، اجى هذا اللي قفل، اجى ايش كل شيء. طب جو انت مالك شغله بالشوارع هاي، الشوارع العاديه مالك شغله بالزقاق طوب بالفروع. وشوف يعني حتى المجاري ذني قاعد يبوقوهن، هاي السيفونه ما تكون مال المجرى قاعد يبوقوها ومدفونه بالدرابين بالزقاق بالنواحي. هذا بغداد، كل شيء بغداد. بغداد طيب الشوارع هيك، اجى المحافظ واجى الوزير واجى الرئيس، كل شيء ماكو. كل شيء ماكو، بس الشوارع العامه ماكو، من باب الشرجي للكراده لفلان بوكان تلقيها نظيفه. بس طبعا على بغداد شوارعها ومناطقها يعني تلقيها زفت.
والله شوف الخدمات اللي ببغداد من ورا حكومتنا، حكومتنا تعبانة، ماكو شوارع تعبانة، خدمات تعبانة هناك. شوف ولاحقين هاي التيك توك بالشارع، احنا على باب الله، احنا والله شاهد على النصب. عز ذاك اليوم شقيت شاهد هاي مال تيك توك ذاك يوم كسر الجامع، خذاني الحجز نوب يذبك بالحجز ياخذك للحسينية، تطق غرامه 100,000 ويدورون وياك منهم ومنها معثرات وما لها، يعني يعطيك وقت من 6 الصبح ل 6 العصر، واحنا بيوتنا يعني مو تقول، احنا قريبين ود المنطقه، لاحقين ابو التيك توك، لاحقين وين الفقير تمشي حسره واحد يمشي له بالشارع. ابو النجده ذاك يوم وحق طالعين بالليل واقف، جاء طبق علي مشتغل ب 15,000 خذ من عندي 10,000 خلى له 5,000 دينار، هم كلهم ميليشيات واحزاب. شو اسولف لك عنه؟ والله كل انجازات ماكو، لانه البلد ما طول به احزاب ما يصير به كل انجازات، لان كل حزب مستلم له وزاره، واردات الوزارات كلها للاحزاب، ماكو وزاره ماكو دوله، مواطن المواطن بسيط ما حد يدير بال عليه، المواطن يموت ويحتي ولا احد يصير بحاله ولا احد يسال عليه، خلي واحد مسؤول عنده فاتحه كلها تروح عليه، خلي المواطن البسيط يتمرض ما عنده فلوس علاج ما حد ما يعالجه، ليش الموارد مال البلد وينها؟ النفط اذا تبيعون مليارات قاعد تاخذوها، المواطن ما له حصه بها؟ السوق اللي تسووه الوزارات هاي وردات الوزارات، المواطن ما له حصه بها؟ يعني بس انتم جيتوا من الكون، بس انتم كم واحد واردات مال العراق بس الكم؟ خلوا شويه الشعب يتنفى، اسامو كل الدول عايشه بس العراق، غضب الله نزل علينا من وراكم؟ يعني كنتوا هناك عايشين، جيتوا هنا انتقمتوا من عندنا انتقام، احنا شايلين بيكم. يعني بألم وبحسرة وبحرقة يتحدث المواطن العراقي، هذا لسان جميع العراقيين، جميع من يعيش في هذا البلد. هناك بعض المنتفعين الذين ينتمون إلى هذه الأحزاب الذين يريدون بقاء هذه الميليشيات لاستمرار فسادهم وسرقاتهم، لكن أغلب العراقيين هو هذا لسان حالهم، أنه هؤلاء مجموعة من اللصوص، من القتلة، من عديمي الضمير، من عديمي الإنسانية والرحمة، جاءوا بوعود إلى الشعب العراقي ونكثوا بوعودهم، لأن من جاء بهم هو أيضا نكث بوعده، ومن دفعهم إلى حكم العراق هم مجموعة من اللصوص، من القتلة الدوليين طبعا، وليس فقط نتحدث، لا نتحدث فقط عن من حكموا العراق الآن، نتحدث عن من جاء بهم أيضا. اللقطات التي شاهدتموها مشاهدينا الكرام تبين حجم المأساة التي تعيشها العاصمة العراقية. طبعا كل محافظات العراق بلا استثناء تعاني، لكن اليوم الحديث عن بغداد العاصمة، عن هذه القبلة، عن المدينة التي تمثل العراق، عن العاصمة التي تمثل العراق، كيف تحولت في زمن حكم هذه الأحزاب. خلونا نشوف هذه اللقطات مشاهدينا لعام 2022. بغداد بلد المليارات وعاصمة الثقافة وقبلة العلوم والشعراء والفنانين والأدباء والمثقفين عبر التاريخ. هذه الصورة اللي تظهر أمام حضراتكم لأحد الأزقة أو الشوارع في العاصمة بغداد، بهذه القذارة أجلكم الله وهذه النفايات يعيش العراقيون. ننتقل إلى صورة أخرى، شوفوا هذا المنظر، هذا المشهد، كيبلات الكهرباء، الأكشاك، الفوضى في الشارع، النفايات على جوانب الطرق، لا يوجد تنظيم، لا يوجد دور لأمانة بغداد، لمجلس المحافظة بتنظيم عمل الباعة المتجولين، بتنظيم أسواق أو مراكز يبيع فيها هؤلاء الباعة بضائعهم بشكل منظم، لا تشوه من شكل العاصمة، لا تؤثر على الطريق. خلونا نشوف صورة أخرى، هذه أيضا صورة من صور بغداد. انظروا إلى، احنا بدنا نتكلم مشاهدينا الكرام، نحن نتحدث عن عام 2022، في الوقت الذي بدأت فيه السيارات الكهربائية، بدأ فيه التفكير إلى الهجرة إلى القمر، بدأ فيه التفكير برحلات سياحية إلى الفضاء. هذا هو العراق، البلد الذي دائما كان ولا يزال ولاد للعلماء والمثقفين والكفاءات. هذه هي شوارعه وهذا هو واقع الحال فيه، لا يوجد إشارات مرور، فوضى فوضى بكل ما تحمله الكلمة من معنى بالنسبة للشوارع في بغداد. لقطة أخرى خلينا نشوف، احنا بس أريد أشوفكم هذه اللقطة من اللقطات، شوفوا الفوضى بالسير، لا توجد إشارات ضوئية، لا يوجد تنظيم لحركة السير،
يتركون احيانا بالشكل القديم، هذا الشكل الكلاسيكي اللي دا ينقرض من الدول، شرطي مرور يوقف بالشارع يسهو، وطالما ما تحدث حوادث بسبب سهو بعض الشرطة المرور. شوفوا هذا البلد اللي هو تنصرف على العاصمة بغداد، من 2003 إلى اليوم أكثر من 20 مليار دولار صرفت على أمانة بغداد بحسب النواب البرلمانيين، هذا هو شكل شوارعها. لقطة أخرى خلينا نشوف. شوفوا احنا بوقت تتحدث به وزارة الكهرباء في العراق أنها صرفت 100 مليار دولار على الكهرباء من عام 2003 إلى اليوم، المفروض ما نشوف هذا المشهد. هذه مولدات أهلية ربما، شوفوا وضع الكيبلات، شوفوا وضع هاي اللقطة يعني اللي تبين حجم الكارثة، أنه أنت في بلد مصروف على قطاع الكهرباء 100 مليار دولار من عام 2003، هذا هو وضع الكهرباء به بهذا الشكل الفوضوي. شوف لقطة أخرى، إرهابيان دوليان كانا يحلمان بأن تطأ قدمهما أرض العراق، صارت صورهم موجودة بشوارع بغداد. هذان المطلوبان الدوليان الموضوعان على قوائم الإرهاب اللي قتلوا أبناء العراق، دا تشوه صورهم بشكل بغداد، شوارع بغداد تشوه صورهم، المناطق اللي كان العراقيون والبغداديون يسيرون فيها بأمان واطمئنان إبان حرب الثمانينات مع إيران، أصبح هذان الإيرانيان صورتهما في العراق تشوه، وحتى بعض الشوارع دا تسمى على أسماهم، هذا الإرهابي الدولي قاسم سليماني والتابع مالته هذا المحسوب على العراق أبو مهدي المهندس. لقطة أخرى إذا أكو، شوفوا هذا المنظر، الأنهار الموجودة في العراق والنفايات الموجودة والتلوث البيئي نتيجة هذه النفايات التي ترمى في الأنهر، وبلشي إحنا عندنا جفاف وقلة مياه، والنوبة المياه الموجودة بهذا الشكل بهذه القذارة وبهذه، طبعا هذه اللقطات من بغداد، أنا كل اللي عرفته هو في بغداد. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام حتى تجاوبون على السؤال، أنه ليش بغداد تحولت إلى هذا الوضع البائس؟ ليش اليوم هي أقذر مدينة في العالم؟ ليش هي أخطر مدينة في العالم؟ ليش تعتبر بغداد اليوم من أسوأ مدن العالم للعيش فيها؟ أبو يوسف من الدنمارك تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. عفوا، احيي وحي الكادر واحيي المسلمين بهذه العشره المباركه في هذا اول يوم. نعم. استاذ محمد، يعني دا اشوف الصور قدامي على التلفزيون. نعم. الصور هذه يعني هي كوبي، لو انت شفت بيروت هم نفس الشيء، شفت اليمن نفس الشيء، الشام نفس الشيء، هذا اي مكان تدخل به يدخلون به الذيول او يدخلون دول اللي احتلوا الدول هاي العواصم الاربعه اللي هم دول تابعين لايران، هاي النتيجه. فيعني هي مساله طبيعيه انه البلد يعني يمشي نحو الخراب، فمساله تكرم النفايات فهي مساله طبيعيه، لانه اصلا هم دول جايين عفوا يخربون. بالنسبه شوف استاذ محمد، احنا عايشين باوروبا. نعم. وهنا البلديات تشتغل من الصبح لليل، صيف شتاء، يعني لازم يطلعوا لهم شغل. دائما العاصمه تحتاج الى، او اي مدينه تحتاج الى ادامه. نعم. تكرم هاي اللي نشوفها بالصور النفايات وهذه، تعرف استاذ محمد هذه يعني لو اكو ناس عندها غيرة على البلد تشتغل تطلع من عندها مليارات. تدري استاذ محمد، احنا هنا مثلا بالدنمارك عندنا محطات تشتغل بس على النفايات. يعني حرق النفايات. تدري حضرتك سيد ابو يوسف انه القاضي وائل عبد اللطيف وهو نائب برلماني سابق ايضا طلع بلقاء تلفزيوني قال انه استراليا جاءت الى العراق وطلبت بعقد اتفاقية ويا العراق أنه إحنا حناخذ النفايات مالتكم. نعم. وبدالها في المقابل حننظف لكم العراق، إحنا حناخذها في سبيل توليد الطاقة الكهربائية. نعم. وفي المقابل حننظف لكم الشوارع ونرفع هذه النفايات الموجودة في كل مكان في العراق مو بس بغداد. طبعا بغداد. نعم. هي ثقل النفايات صارت اليوم. نعم. رفض العراق ليش؟ لأن الصفقة ما بها فلوس،
وطلبوا من الجانب الأسترالي 100 مليون دولار فوق الصفقة هاي يدفعوها الأستراليين لحكومة بغداد حتى يوافقون على هذه الصفقة. يعني ما يعجبهم أنه تنظف بغداد، ما يعجبهم أنه ينظف العراق، لا يريدون فلوس بالموضوع. طيب أنتوا بس عفوا، أنتوا مصروف على أمانة بغداد 20 مليار دولار بحسب أحد النواب البرلمانيين، وين هاي الفلوس؟ وليش ما نظفت العاصمة؟ وليش ما طورتها وجملتها وأنشأت بها مشاريع؟ طيب محمد، هي مسألة حقد. يعني هما من دي يعني تقول أنه هذه الصفقة هو أكيد مستفاد فيها العراق، لأنه هاي راح تنظف البلد وراح تنظف البيئة وراح تنظف يعني المنظر. العاصمة هي دول تقاس بعواصمها، بس هم جماعة جايين حقد. يعني هم جايين، هم قالوها بالتلفزيون أنه هم جايين يخربون. تعرف أستاذ محمد، يعني إحنا هنا بأوروبا كل منطقة أكو مكان مكب، هذا يسموه ريسايكلينج، يعني إعادة تدوير. الورق بحد، البلاستيك بحد، تكرم الأدوات الكهربائية بحد. تدري هذه فيها فرص عمل للشباب بالعراق أحسن ما قاعدين، وتوفر يعني أموال. كل مثلا خلي كل منطقة قطعة أرض صغيرة وخلي بها 20-30 واحد، تعرف هذه على المستقبل ومع يعني تسوي لها أبديت وتسوي لها إنه خدمات. بغداد راح تصير أحلى منطقة، عفوا أحلى مدينة. ليش؟ لأنه راح يصير أهل المنطقة هم نفسهم راح يحافظون على منطقتهم. طيب. أنا أشكرك أبو يوسف من الدنمارك، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة ويانا. أبو محمد من الديوانية، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. اللي طلعتها بالبداية صورة قاسم سليماني وأبو مهدي، أي تعرف دولي شنو أبو محمد؟ أي أبو محمد، محمد وياك شنو ذولي؟ اسمعني يا أخوي، أي أسمعك. ذولي تاج راسك وتاج راسك ياكل. تمام. مو أنتوا لو عدكم دليل حقيقي على هذا الكلام، لو جايين أنتوا تناقشون بأسلوب علمي، لكن أنتوا تعلمتوا على هذا الخطاب، خطاب القمع، قمع الآخر. اليوم الشعب العراقي لما تم قتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، طلعوا بالشوارع يحتفلون، طلعوا بالشوارع يهللون ويحتفلون بنفوق هذين الإرهابيين. لأن أنتوا اللغة اللي علموكم عليها ذولا لغة القمع ولغة القتل والسب واللعن، حتى يخلالكم الجو بالعراق وتحكموه بالطريقة اللي وصلتها إلى هذا الحال. خلونا نشوف هاي اللقطات، هاي عرضوها حتى يشوف أنه ذولا اللي تاج راسي المفروض، ليش ما نظفوا هذه الشوارع؟ ليش ما وفروا الخدمات للعراق؟ مو دي يساعدون العراق؟ يلا وين المحافظات اللي دخلوها بعدها منكوبة لحد هسه لغاية هذه اللحظة؟ ليش ما حاربوا الفساد؟ لو أنتوا بس عندكم الموضوع كيل الاتهامات والسب واللعن. أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أحييك أستاذ وأحيي المشاهدين. الله يسلمك. وأحيي الأخ هذا من الدنمارك. نعم. طبعا أستاذ هذا قال إحنا نحتاج شركات تدوير. إحنا هذول حتى التدوير ما يفيد وياهم، هذول إحنا قاضياتنا هذول اللي يحكمونا. هذول اللي يحكمونا. وإذا شنو هالقاضيتين هذول معدد صورة مو بنص بغداد، ليش ما يحلق صورة من شهداء العراق خلي يحلقون عدل ما خلي يخليهم. وهذا اللي اتصل بك يقول لك تاعت راسك. طبعا أستاذ نزار حيدر، أنا حاليا من بركات. نعم. شايف محلل. إي. قال هذول واصلين على رؤوسهم يفكرون بتنازلهم. نعم. تفهمني شلون؟ احنا اصلا ما بيها قاذورات، احنا اللي يحكمونا هم قاذورات، هم وسخ الدنيا كلها وجايبنا. نحولهم نلزمهم كلهم نحولهم لاي دوله ما يستلمون، لان يعرفون هناك يفسدون. يعني انا بس اريد اسال سيد ابو عبد الله، هذول اللي يدافعون عن مجموعه من الارهابيين اللي يقول لك ذولا تاج راسك وكذا، طيب بس عرضوا لي الصوره مال قاسم سليماني، هاي الصور
معروضة موضوعة في شوارع، موضوعة في شوارع كلها طسات، كلها نفايات، شوارع تخزي، كيبلات الكهرباء ممدودة منا ومنا بشكل فوضوي. يعني أنت ما تبوع على حال بلدك وحال العاصمة اللي هي تمثلك، وضايج لأنه ناس تريد تشيل هاي الصور، وناس معترضة على ذولة، وناس ترفض وجود إرهابيين قتلت أطفال ونساء وعراقيين أبرياء، صورهم تنحط بالشوارع. شنو هالعقلية؟ ليش ما ذولة غضبهم وانفعالهم يوجه إلى اللي دمروا البلد، إلى اللي حولوه بهذه الصورة؟ بلد كله وصاخة وكله قذارة، وعاصمة أسوأ عاصمة في العالم وأسوأ عاصمة عربية، ما يضوجون؟ يعني هاي الغيرة اللي عندهم والغضب والانفعال اللي بداخلهم ما يوجه إلى وضع العراق اليوم إيش دا يصير به؟ أستاذ تفضل. إحنا أنا أعترف أستاذ حيدر، أستاذ محمد، أنا أعترف على شغل. تفضل. إحنا ما عندنا قاذورات ببغداد غير حكامنا هذول يحاولون هذول الصور. هذا نعم يبني عليه أكبر حبيب وأكبر طيب كان الإمام يقول حرب يقول سلم شان القاتل الجنود العراقي. أنا بس حتى لين ابتعد ماشي أبو عبد الله، أنا بس حتى لين ابتعد عن الموضوع. أنا سبب عرضي للصور أنه اليوم العاصمة العراقية أصبحت أسوأ مكان في العالم بحسب التصنيفات الدولية، ومن ضمن الشغلات اللي تشوه صورها هي صور إرهابيين. هو العراق ناقص إرهابيين؟ مو ذول اللي دي يحكمون العراق هم قمة الإرهاب. النوبة ينحط صور إرهابيين دوليين في شوارع بغداد، استفزاز أكثر للعراقيين، تشويه لصورة بغداد أنه ينحط بها قتلة، صور قتلة تنحط بالشوارع. بس أنا مو بس ذولة، يعني ذولة جزء من فوضى حقيقية موجودة اليوم، أنه العاصمة ما بها خدمات، الفلوس اللي انصرفت عليها لغاية الآن ليش ما حد حاسب الأمناء، خلينا نحطها بين قوسين، ذولا اللي استلموا أمانة بغداد، ليش ما تم محاسبة اللي استلموا إدارة العاصمة؟ أستاذ نعم أستاذ، هذولا يسرقون أموال العراق يروحون يستثمروها في شيء، يسرقون أموال العراق يروحون يستثمروها بغير دول. نعم أستاذ، كلها مشاريع ومصانع وشغلات بتكون بالخارج بإيران، حتى إذا تتعقب هذول حكامنا يحكمونا، هذول يقولون إحنا ولا إحنا في العراق، وإحنا هيجي نسوي، إحنا هيجي نسوي كل شيء ما نسوي. ثالث فق نص أموال العراق باقية بإيران، ده يستثمروا مصانع ومعامل وشركات وشغلات كلها بإيران تستثمر، كلها ده يحولوها لإيران، يحولوها طيب حولوها لبنان وسوريا وهالمكانات. هاي ثالث هذول الجايين يخربون العراق، جايين يدمرون العراق. وصلت الفكرة أبو عبد الله، أنا أشكرك شكرا جزيلا. من عندنا اتصال؟ السيد محمد من بغداد، تفضل يا محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أستاذ محمد. المجتمع العراقي يتقسم إلى هواية قومية أو إلى هواية فئات، مو قوميات يعني العفو بالمعنى، الفئات يعني الجهلة والمتخلفين، وذول اللي ما يفكرون، ذول اللي يعطون مهدودة، ذول اللي يحتاجوا مكشاية يجيبون. عبرتك من تقول الصور اللي خالدين ذول العربيين القتلة، هي الحكومة الهابية وخالت صور الهابية. هل سيدا واحد شاف يقول هذا منه ويقول لك هذا والله مجاهد قاتل محرر وكذا وكذا، لا قاتلوا ولا حرروا، قتلوا. طيب بس محمد حتى لا ينجر الموضوع والحديث مال الحلقه والمحور انه يكون على هاي الصوره. انا ما كان القصد من هذه الصوره انه اعرضها حتى يبدا السب واللعن، انا قصدي من الصوره انه بغداد صورتها مشوهه، شوارعها مشوهه، هاي اللقطات اللي بدنا نعرضها من واقع حال، شوارع منبلطه، خدمات ماكو، كهرباء ماكو، بنى تحتيه ماكو، المحافظة والعاصمة العراقية اللي تمثل العراق أصبحت من أسوأ مدن العالم، ودي يعبوها بالفساد، ودي يعبوها بالصور السيئة، ومن ضمنها هذه الصور. أنا كان قصدي أنه اللي يعلق صورة ذولة واللي أخذ مساحة من هذا الشارع حتى يشوه صورته بصور إرهابيين، ليش ما التفت إلى وضع الشارع وبلطه؟ ليش ما راح وزرع مساحات خضراء لحماية أهالي بغداد والمحافظة من العواصف الترابية؟
ليش ما رحتوا ازحتوا هاي الكيبلات الموجوده اللي مشوهه صوره بغداد وخليتوا مد ارضي وخليتوا وضع الكهرباء بشكل افضل؟ هذا هو الموضوع اليوم. شلون تشوف بغداد بزمن حكم هؤلاء؟ طب اقول لك ما خليها تكمل، يعني صار قبل الانتفاض بحيث انه قال من قام يسب ويلعن، يعني هذا تعتبره واحد صاحي، تعتبره واحد يعني وقابل وعيه. اذا اقول لك هذا فيها اكو ناس تقسم بمجتمع العراق، تقسم اكو ناس جاهل يحكمون. نعم الجاهل يحكمون، الجاهل يمشيك على شغلات ما تدري تسويها. العاقل ما له وجود ببغداد، المتفهم المتعارف ما له وجود. فهذول هم يقول لك هذا مشارك، يقول لك هذا مشارك. نقول على بغداد المقابل وهاي بغداد هذا منه سبب غير مدرك نفسهم اللي يعدون قاسم سليماني يعدون غيره وكيف قاسم سليماني. نعم فشنو تروح تقول لك بغداد بغداد وقت يقول لك لا ناس راضيه، الناس الراضيه منهم دول اللي قابلوا قبل شويه، دول اللي تكون متحجره اللي يبي يمنون بالبلاد واللي يمنون براسه قوه وراها. فانت من هاي هاي نقول لك من داخل لك المجتمع العراقي قدر الفئة المثقفة الفئة الواعية اللي تنصح اللي تحذر هذول منسيين بغداد. هسه حكومة الشباب المتخلفة اللي تحكم فيه هو مستطيع على عزمته، يعني عزمته يعجبك ما يعجبك الاضرار في الحياة. الناس ما تحكي، بس اذا تحكي يقول لك يعني روح ورا سنوات ورا الدولة وغيرنا من يقول ننتقد الاخطاء وننتقد الافعال الموظفين، ما حد ينتقد هالشيء، بس كثر يعني الناس ما تفهم، لان الناس كل موجود هي ناس اهل ما يعرفون شلون في العراق. في العراق عقدت مؤتمرات لمحاربة الفساد، وكان هناك حديث ايضا عن استرداد الاموال المهربة والمنهوبة من الدولة. بس العاصمة بحسب النواب البرلمانيين دخلها 20 مليار دولار. احد النواب البرلمانيين يقول كان بامكانها انه تحولها الى جنة، هذه الاموال كانت تكفي لتحويل بغداد الى جنة. اليوم تشوف بغداد بها اي ملمح من ملامح الجمالية؟ حتى لو مليون دينار عراقي يريدون يستوردون من هاي الامور المسروقه والديون، الله وكيلك يجيبوا لك الارض يجيبوا لك قسم واحد مثل اليتامى. ما يسوون شيء من البلد هذا استاذ محمد، غير فدري. الوضع هذا اسوء. واني من وقت اعرف الله وكيلك طلعوا من العراق يعني. يعني هذا هو العراق، دولة لك احنا بنبدا من حوالي الوطن. يعني تصور ميليشيات في الشوارع، الميليشيات تتحكم بقوت الناس، يمشون على بيوت. يروحون يشترون بيوت، يروحون يشترون اماكن، الشباب اللي كان من مزكى من حزب الفلان ومن حزب علان، هذا اللي باق بالموبايل، يسوون سيد يسوون هو واحد من الشيء الحرام. طيب. أنا أشكرك محمد من بغداد، شكرا لك للمشاركة ويانا. أبو علي من لندن، تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أعرف موضوعكم على مود محافظة بغداد ليش يعني وسخة ومنظيفة. أنا بعيد عن ليش وسخة ومنظيفة، أنا أريد رأيك تنطيني إنه بغداد شلون كانت وكيف صارت في زمن حكم الأحزاب. والله انا بالنسبه لي طالع عمري 13 سنه طالع من العراق. نعم. وثاني عمري 54 سنه، 40 سنه دبيت الغربه. نعم. بس كنت اسمع بغداد حلوه ونظيفه زين، واتذكر من كنت صغير احنا كنا بالنجف من نروح لبغداد يا اخي فالجمال يعني احلى عاصمه بالشرق الاوسط. الان اوسخ عاصمه بالكره الارضيه. صحيح. هي هاي بغداد. نعم. ليش؟ لأن يحكموها أولاً ميليشيات عصابات عملاء خونة. نعم. ثانياً ما عندهم خبرة، يعني حتى من يجيبوا الواحد ماكو ما عنده خبرة. مثلاً هذا عبعوب بس ما أعرف عبعوب وين صار، يقولون نعم. بفنلندا ما أدري بالنرويج. أنا قال له أبويا هاي بغداد، تعال شوف الإمارات، تعال شوف دبي. قال شنو هي الإمارات؟ زرق ورق. أما مو مشكلة سويها زرق ورق. سويها مثل الامارات زرق ورق. بعدين راح ابو اجت هاي البدايه. طبعا أبعو. طبعا راح ومن لم يتم محاسبته على أبد التقصير. أبد. هم ليش يا استاذ محمد؟ نعم. هم ليش يعني هو يقول لك فمن امن العقاب اساء الادب. زين ماكو عقاب اخي، ماكو رقابه. يعني القضاء وياهم، السلاح بيديهم، الفلوس بيديهم، رئيس وزراء وياهم ويا الميليشيات.
رئيس جمهوريه محسوب علينا ويا الميليشيات. زين من يخافون دول؟ من يخافون؟ نعم. من يخافون؟ ما يخافون اخي، لانه ماكو عقاب، ماكو رقابه اخي، ماكو رقابه. يعني اليوم سمت. اليوم لما نشوف انه بغداد بهذا السوء، أسوأ مدينه في العالم، اقذر مدينه في العالم، ماخذ تصنيف لغايه 2019 من مؤسسه ميرسر الاستشاريه الامريكيه انه هي لمده 10 سنوات متتاليه هي أسوأ مدينه في العالم، هذا لغايه عام 2019. يعني ذول اللي يديرون بغداد ما يخجلون من نفسهم لما تصير القمم والمؤتمرات اللي معنيه مثلا بالعواصم العربيه، اللي معنيه بعواصم العالم، مثلا لما يروحون افادات الى دول اخرى، ايش ينقلون الى العالم وضع بغداد؟ شو يقولونهم مثلا؟ ايش عندنا؟ لا لا استاذ محمد، اترك دول العالم، انا اقول انتم يا ميليشيات، زين؟ انتم يا مثلا هادي العامري وقتيس الخزعلي وهذول، ما اقول نور المالكي، ذولا يوميا رايحين لطهران، انتم ما تشوفون طهران؟ طهران هاي طهران، ما تشوفون اجمل من بغداد مئات الالاف؟ انتم ما عندكم غيره؟ ما عندكم شرف؟ بعدين هم ذولا اكثرهم عايشين بدول اوروبا عمي. هسه احنا ما نقول دول اوروبا، شوفوا طهران عمي، شوفوا طهران، شوفوا اصفهان. ها يا اخي ذولا احنا ملينا من الحكي وياهم، ملينا من الحكي وياهم. زين وبعدين اجت ذكرى، ذكرى علوش، ها صارت حراميه بغداد، امانه بغداد على صار، قالت احنا ان شاء الله راح نحذو حذو ها الاستاذ عبعوب، انا طلعت له بثلاث فيديوهات بوقتها، قلت له يعني شنو قصدك تبوقين وتنيبين؟ وفعلا طبوا بيته لقوا ملايين الدولارات. طيب اخي ماكو رقابه، ماكو قضاء، ماكو قضاء يحكمهم. شكرا ابو علي. نعم اشكر حضرتك من لندن، ويانا عبد الرزاق من بابل، تفضل يا سيد عبد الرزاق. السلام عليكم. شو استاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. استاذ محمد قبل اقفل الموضوع اليوم احب لكنه احب انوه للاخ المتصل اللي يقول يمدح بسليماني وهذا الثاني. اي اقول لك يا استاذ محمد، شعره من راسك وشعره من راس كل عراقي شريف تسوى سليماني انه هذول ارهابيين وقتلوا العراقيين الشرفاء. وخير دليل هي ثورة تشرين العظيمة، ثورة تشرين اللي أثبتت يعني وجودها وأثبتت عراقيتها بعد ما الإعلام الآخر يعني شوه بأنه صفويين، لكنه ثورة تشرين عادت. يعني سألت طرحت سؤال حقيقة يا سيد عبد الرزاق هو طبعا ما قدر ما خليته يكمل ويانا لان كان يدخل بتجاوزات، لكن لو كان داخل بطريقه انا السؤال اللي اريد حضرتك ممكن تجاوبني عليه، انه برايك ليش هذا الانفعال على صوره موضوعه في نصف بغداد، المدينه اللي ظلت تقاتل واهلها يقاتلون وكل العراق يقاتل 8 سنوات حتى يحمون نفسهم من ذولا، من اثنين ذولا وغيرهم، ليش اليوم اكو هذا الغضب تجاههم في حين هو ما انفعل هذا الانفعال على شوارع بغداد المكسره، ما انفعل هذا الانفعال على الخيسه اللي موجوده في مياه النهر، ما انفعل على الكهرباء المقطوعه، على الفاسدين اللي يحكمون، على المستشفيات المنهاره، ليش انفعاله على صوره لشخصين مصنفان ارهابيان دوليان؟ يعني مو انا بدي احكي. استاذ محمد. نعم. شوف اليوم يعني العراق يمر مرحلة يعني صراحة يعني أوصفها بالنهضة الفكرية والنهضة اللي تنقذ العراقيين من خلال مراجعة المقدس أو مراجعة الشخص اللي كانوا يعني متأثرين بتقليده. يا أستاذ محمد أو يعني أنطت انطباع وأنطت فهم بأنه هؤلاء المقدسين أو غيرهم هم ناس يعني يضحكون وذولا ما لهم أي دور في الحياة.
فمثل هذا وامثال صار محمد مثل هذا الشخص وغيره، هذا مسكين، هذا ما عنده الاطلاع الوارثه، ما عنده المسؤوليه بالدهاليز اللي جاي يحكونها مثل المراجع او غيرهم. فاليوم الحركه التنويريه جاي تنشط، وان شاء الله ان شاء الله يجي اليوم اللي يصير ثوره على المقدس مثل ما صارت الثوره في اوروبا ضد الكنيسه. فاليوم اكو حركه تنويريه واكو فهم للناس. نعم سيد عبد الرزاق، انا اشكر حضرتك، اشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت الفكره. يعني لا يزال الحديث مشاهدينا الكرام قائما بخصوص تقييمكم لوضع العاصمه العراقيه. حكيم عبد الزهرة أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد في لقاء تلفزيوني كان يتحدث مع متصل، المتصل مواطن عراقي عايش ببغداد مثل أي مواطن عراقي آخر، من حقه أنه يعبر عن رأيه، وقال بأنه هناك تقصير إهمال موجود في العاصمة، شوارع ماكو، خدمات ماكو، ماكو متنفس للعوائل العراقية، لا مشاريع تتعلق بحدائق، بمتنزهات، جزرات وسطية، ماكو، يعني ماكو مكان واحد ممكن يباوع على هذه المدينة ويشوف بها أي أمل. وقال بأنه ذول اللي دي يحكمون ما عندهم ضمير. انتفض حكيم عبد الزهرة عضو مجلس محافظة بغداد وقال له لا تزود بالحكي ولا تغلط، احنا ما نشتغل عند الخلفوك، وإذا تغلط حنزعل برجلي وضربك. يعني هذا حديث عضو في مجلس محافظة بغداد انتقده مواطن عراقي. ليش العقلية بهذه الطريقة تدار شؤون الدولة بهذه العقلية الدكتاتورية؟ انتوا اجيتوا على اساس تقدمون خدمات وتخلصون العراق من القمع والدكتاتورية، اشو صرتوا انتوا اسوأ من السابق. ام عمر من بلجيكا تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا ام عمر. زاد فضلك. طبعا الاسلوب اللي تقدم به هذا النائب يدل على الاسلوب اللي تربى عليه، انه من شبع على شيء شاب عليه، فهو هذا هو جاي خدمة، هو الناس انتخبوه عشان يخدم البلد. نعم. فهو يشتغل عند الخلصين. هذا المعنى الصح. نعم. لانه هو اجى بانتخاب. فهو جاي لما قاعد يوزع بطانيات ويوزع اكل ويوزع فلوس حتى الناس تنتخبه. نعم. اذا هو جاي يشتغل عندي. نعم. وبالنسبه للمقارنه اي تفضلي تفضلي. بالنسبه للمقارنه بين العراق اليوم وعراق الامس، او بغداد اليوم بغداد الامس. نعم. طبعا لا يمكنني ان اقول بان الوضع قبل 2003 كان مثاليا، لان البلد كان يخوض حربا وتبع حصار ظالم على الشعب العراقي. ولكن لا يمكنني ايضا ان اقارن بين دوله حقيقيه ذات مؤسسات رصينه وحكم وطني، وبين السلطه لا استطيع ان اجد لها وصفا سوى انها مجموعه من العصابات والمافيات ترفع شعارات وهويات متعددة غير الهوية الوطنية. طيب أنا عندي بس ملاحظة في هذا في هذه الجزئية، بدل ما نروح لفترة التسعينات والثمانينات، خلينا نرجع بالزمن إلى السبعينات والستينات والخمسينات. ونشوف بغداد، وموجودة الصور بالإنترنت، اللي ما يعرف يروح يشوف، ونشوف أكيد. بغداد كيف كانت الشوارع نظيفة، كيف كانت معبدة، مخططة، مقسمة، منظمة بشكل صحيح، كيف كان هناك مناطق خضراء، نباتات مزروعة، أشجار زينة وغيرها. اليوم احنا في عام 2022، ودخل إلى خزينة الدولة العراقية من 2003 إلى اليوم ما لم يدخل خزائن الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها، تمام؟ 20 مليار دولار خصصت لبغداد فقط. هذه ميزانية دول محيطة بنا، يعني الأردن الميزانية السنوية للأردن في سنة من السنوات لم تتخطى 15 مليار دولار دولة. نعم. كاملة. بغداد. نعم. في سنة واحدة أو في مجموعة سنوات كان عندها 20 مليار دولار. ليش ما شفنا شوارع، كهرباء، بنى تحتية، مستشفيات، مدارس، إشارات مرورية؟ ليش ماكو هاي الخدمات؟ نعم سأقول لك ذلك، لأن تلك العصابات
تعاضدت كلها على سرقة وتدمير البلاد لأجل دول مجاورة. نعم. وحين نرى الواقع العراقي اليوم من خدمات متهالكة وتعليم منهار وأحكام قضائية، هذه الأحكام القضية التي تبيح نفسها تراجع عن أحكامها السابقة. نعم. مثل سائق زيدان البارحة أعتقد طلال. وسأضرب لكم أمثلة تدعم رأيي الواقعي للحالة العراقية اليوم. هو أننا كنا قبل 2003 نشرب الماء من صنبور المياه. طيب. بالرغم من وجود حصار جائع وحروب دمرت البلد، اليوم الماء مليء بالطين ولا يوجد مشاريع لتحلية المياه. نعم. والشوارع حدث ولا حرج مليئة بالمطبات والتخسفات. نعم. لماذا؟ نتيجة انعدام الخدمات والفساد في الدوائر والبلديات التي تقاسمتها الجماعات المسلحة. نعم. تقاسمت مقاولاتها الجماعات المسلحة والزراعة أيضا. الزراعة والري والأنهار تكاد تكون معدومة، حيث أننا نعيش في عصر التصحر الذي يضرب أرض السواد، أرض السواد التي اشتهرت بخضرارها وزراعتها ومياهها وغنى ثرواتها. لو يعرفون يعني يعرفون يعني معنى أرض السواد. نعم. على طار المشاريع والأراضي الخضراء، المساحات الخضراء، النواب ولجنة الإعلام والاتصالات بالتحديد ذكرت بأن هناك سماسرة ورجال أعمال عندهم علاقات وارتباطات بمتنفذين بالدولة وأحزاب وغيرها، يقومون بعملية إزالة للمساحات الخضراء في مناطق مختلفة من العراق في سبيل إنشاء مجمعات سكنية أو مولات تجارية. يعني العراق اليوم والعالم أصلا دا يمر بأزمة مناخية، والعراق بالتحديد بلد التصحر به أصبح آفة، والعواصف الترابية الموضوع صار شيء معتاد. يعني هناك تحذيرات دولية بأنه يتحول العراق إلى 300 يوم مغبر بالسنة. طيب كيف يسمح بإزالة هذه المساحات الخضراء؟ السكوت عن هذا الموضوع خاصة وأنه هو مشخص من لجنة برلمانية، يعني الموضوع أكو معلومات، يعني أكو إثباتات، ولا اللجنة كيف تحكي من كيفها؟ لازم أكو أدلة. إذن ليش الحكومة ما تتحرك في سبيل حماية المساحات الخضراء وبالعكس تنميتها في سبيل حماية بغداد وغيرها طبعا من التصحر والموجات الترابية وغيرها؟ لأنه يا أستاذي الفاضل هذا الوضع أو هذا الأمر مدروس. مدروس مسبقا. فهذا علشان حتى يسوون الكساد الاقتصادي يخلون المواطن يركض وراء لقمته وراء خبزته. طيب. يخلون المواطن حاير بعيشته حتى بعد ما حد يلتفت لهم هذول الحرامية. شكرا أم عمر من بلجيكا، أشكر حضرتك للمشاركة ويانا. آخر المتصلين السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الأحوال. حي الله أبو عبد الله، تفضل. شكرا لك. الله يسلمك يبارك بيك. طلعت لنا صور بغداد، أنت طلع صور بغداد قبل 2003 وطلعها هسه، لأن هسه بغداد حيحكموها ناس دايحة. ناس هم قادرين، هم قادرين ولاهم الايران وغير ايران. نعم. وانت تقول هذا التصحر، هذا التصحر اتفاق. يعني ذاك المراحل كاظمي. نعم. انت ما تمشي عليها، هذا كله اتفاق. هسه عندك تركيا حتى تصب بدهوك. قبل 2003 تركيا تحفر الحدود. لكن اليوم بس اسمح لي لان الوقت المتبقي وياك دقيقه واحده، انا موضوعي مو على التصحر ولا على المي من تركيا وإلى ما إلى ذلك. أنا اليوم موضوعي عن بغداد، شلون صارت بغداد في حكم ذولا، وبرأيك هل يمكن لهؤلاء أن ينهضوا ببغداد وهم صار لهم 19 سنة مخربيها؟ هم راح يدمروها لحد الأسوأ إذا بغداد بقت على هذا الوضع يزينا. نعم. راح يدمروها للأسوأ. نعم. سيد أبو عبد الله من صلاح الدين، نعم أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك طبعا لأن الوقت انتهى. اللي شفناه في هذه الحلقة هو جزء من حقيقة بشعة يعيشها العراقيون، ومهما حاولنا نوصف الوضع اللي بالعراق ما راح نقدر نوصل للحقيقة، حقيقة الوصف، لأنه اللي يشوف غير اللي عايش بالوضع واللي عايش في هذه المأساة. كان الله بعون أهل العراق وأهل بغداد على المصيبة اللي عايشين بيها وعلى هذه الخرابة اللي اسمها بغداد اللي كانت قبلة العلم والثقافة. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، إلى اللقاء.